تغيرات كتير في موضوع سد النهضة هتغير مجرى الأمور تماماً، وتحديات كتير بتواجه إثيوبيا بعد تشغيل سد النهضة. يا ترى إيه آخر المستجدات في موضوع سد النهضة؟ ده اللي هنعرفه هنا في 5 بالعربي. الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة كشف عن آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي، وخاصة فيما يتعلق بوضع بوابات المفيض العلوي للسد ومدى تدفق المياه منها. شراقي قال في تصريحات صحفية إن الوضع الحالي في السد لسه بيشهد بعض التغيرات المهمة اللي لازم تتابعها مصر والسودان. أول حاجة نبه ليها الدكتور عباس شراقي هي إن التوربينات الأربعة الموجودة في سد النهضة واللي من المفترض إنها تولد الكهرباء ما زالت متوقفة عن العمل لحد الآن، وده معناه إن السد مش بيولد كهرباء حالياً، وده بيؤثر على قدرة السد في إنتاج الطاقة الكهربائية زي ما كان مخطط. وبالنسبة للمياه المتدفقة، بيقول شراقي إن بوابتين من بوابات المفيض العلوي الستة هي اللي بتفتح حالياً، ودي بتسمح بتدفق حوالي 100 مليون متر مكعب من المياه يومياً. شراقي قال كمان إن الكمية دي هتنخفض بشكل ملحوظ بنهاية شهر نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن تصل كمية التدفق ل 55 مليون متر مكعب في اليوم بس، يعني إن كمية المياه اللي بتتدفق من السد هتقل بشكل كبير. شراقي قال برضو نقطة مهمة تتعلق بتشغيل التوربينات في سد النهضة، ووضح إنه مع انخفاض التدفق المائي ل 55 مليون متر مكعب في اليوم، ممكن فتح بوابة واحدة بس من بوابات المفيض العلوي لتلبية احتياجات السد من المياه. لكن لو قررت إثيوبيا في المستقبل القريب تشغيل التوربينات، فده هيتطلب تدفق كميات أكبر من المية بشكل يومي علشان تضمن التوربينات تشتغل بكفاءة. طيب ايه معنى الكلام ده؟ الكلام ده معناه ان السد في المرحلة الحالية بيواجه ضغط بسبب توقف التوربينات، وبناء عليه التوربينات محتاجة لضبط نظام تدفق المياه بعناية، فلو قرروا تشغيل التوربينات ممكن يحتاجوا مية زيادة، وهو ده السبب في الحاجة للمتابعة الدقيقة من الدول المعنية بالموضوع. أما بالنسبة لمخزون المية في السد، شراقي قال إن مستوى المية في السد لسه ثابت عند منسوب 638 متر، وإجمالي المخزون الحالي للمية هو حوالي 60 مليار متر مكعب من المية، وده معناه إن السد لسه فيه مخزون جيد من المية، لكن لازم نعرف إن في كميات كبيرة منها تم تخزينها في فترة معينة من السنة. على سبيل المثال، خلال الفترة ما بين 17 يوليو و 5 سبتمبر 2024 تم تخزين حوالي 19 مليار متر مكعب من المية، والتخزين توقف لفترة قصيرة حوالي 4 أيام خلال شهر سبتمبر بسبب فتح 3 أو 4 بوابات من المفيض العلوي ما بين 24 و 27 سبتمبر، والفترة دي كانت حرجة لأنها شهدت تدفق مياه إضافية بسبب فتح البوابات، وده أثر على عمليات التخزين المعتادة. عباس شراقي عايز يوصل رسالة إن سد النهضة في وضع حساس حالياً، والتوربينات المتوقفة بتؤثر على إنتاج الكهرباء، ولكن أكتر حاجة مهمة هو تأثير توقف التوربينات على تدفق المية، لأن الكمية المتدفقة من السد دلوقتي تتناقص، وبالتالي دول زي مصر والسودان لازم تكون على دراية باللي بيحصل. ولو تم تشغيل التوربينات مرة تانية فده هيحتاج تدفق مياه أكبر من الوضع الحالي، وده هيكون ليه تأثير على مستوى التخزين وكمية المياه المتاحة للاستخدامات التانية.